أهلا أحبائنا مشاهدينا في كل مكان. موضوع الحلقة في هذا الوقت: لا نحب بالكلام. وهذه الآية مأخوذة من رسالة يوحنا الأولى الإصحاح الثالث وآية 18: يا أولادي لا نحب بالكلام ولا باللسان بل بالعمل والحق. وانا عاوز اشجع كل اللي بيشاهدونا انه دايما نظهر محبتنا بشكل عملي، مش مجرد كلام ولا لسان. كتير ناس مطحونة في هذه الايام، في ناس بتمر في ظروف صعبة، وفي ناس فقدت اشغالها، وفي ناس عم بمروا في وضع قاهر جدا، عندهم دفعات مش عم بيقدروا انه يسددوا الدفعات. كما قال المسيح: الفقراء معكم كل حين. لكن برضو في ظروف صعبة، الناس كانت بتشتغل وبتعمل والامور ماشية، وفجأة بسبب هذا الوباء وبسبب هذه الضربة الناس عم بتمر في ظروف صعبة قاهرة جدا. فلازم نظهر محبتنا بالكلام وبالتصرف وكمان بالعمل والحق، وانه كلامنا مش مجرد ادعاءات او كلام كبير منفوخ بدون اي عمل شيء حقيقي. انا عاوز اشجع كل شخص بيشاهدني اليوم: اذهب واعمل شيء خير واحد، فقط خير لشخص واحد، وكل شخص بيتلقى هذا الخير قدمه لشخص آخر. طبعا هاي فكرة مش جديدة، كتير ناس عملتها، لكن بحب أشجع في هذه الظروف الصعبة إنه فعلا كل واحد يقدم خير. انتوا عارفين خدمة نور لجميع الأمم هي خدمة طبعا اللي بننشر فيها كلمة الرب ومنعلم فيها كلمة الرب، وشفنا خلاص نفوس وحصاد كثير من مئات الألاف لربما ملايين من النفوس. ولكن أيضا خدمة نور لجميع الأمم هي خدمة إنسانية، دائما في حالات في الظروف الصعبة في الدول اللي بتمر في كوارث، احنا كنا بنعمة الرب يعني حتى لو شيء قليل كنا نساعد هذه الدول. وطبعا هذا الفضل للرب أولا، وكل الناس اللي بتحب خدمة نور لجميع الأمم اللي بيبعتوا دعمهم حتى إحنا كمان نساعد الآخرين. رسول يوحنا بيتكلم عن محبة عملية، مش محبة بالكلام ولا اللسان. والمحبة باللسان لابد أن تظهر دوافع الإنسان ومن ثمارهم تعرفونهم. ممكن يكون كتير كلام بس الثمر مش واضح. أيضا الرسول بيتكلم: وأما المحبة فلتكن بلا رياء، أحبوا بعضكم بعض وبقلب طاهر وبشدة. هاي المحبة، محبتي للرب، هي اللي بتخليني أنظر إلى الإنسانية المحتاجة. فالرسول يعقوب اتكلم يعني شو بينفع إذا أنت قلت لواحد روح استدفئ، أو الله يبعث لك وإن شاء الله ربنا بيساعدك. حلو هاي الدعوات، بس شو رأيك اليوم أنك أنت تأخذ خطوة عملية وتساعد شخص واحد؟ وأنا بعتقد أنت لما بتساعد شخص واحد تخيل الملايين اللي كل واحد رح يساعد الشخص الآخر. بهاي العملية إحنا منتمم القانون الإلهي، لأنه هذا هو الناموس والأنبياء: تحب الرب إلهك وتحب قريبك مثل نفسك. هاي المحبة اللي بتظهر إيمان الشخص وعمليا وحياة الشخص من ناحية عملية. فإذا المحبة ما تكون برياء ولا تكون مجرد باللسان أو بالكلام ولا تكون غير طاهرة ولا تتكلم أنك بتحب شخص بس بالحقيقة من جوا أنت بتكره وأنت بتبغض. والمثال بتاعنا هو يسوع المسيح في إصحاح 3 الآية الأولى: انظروا أية محبة أعطانا الآب حتى ندعى أولاد الله. إنها محبة عجيبة، محبة عظيمة،
محبة فريدة، محبة أزلية، محبة اختبارية، محبة اللي افتدتنا وخلصتنا حتى نقوم ونعكس عمل المسيح ونور المسيح وصفات المسيح في حياتنا كمؤمنين. فاليوم شو رأيك انك تظهر محبتك بشكل عملي؟ بقول مش بالكلام ولا باللسان، مجرد أقوال، لكن أفعال. لما قال يسوع أنا هو خبز العالم أشبع الآلاف، لما قال أنا هو نور العالم فتح العيون، وهكذا. لما علم عن الغفران غفر لصالبي. فما تحب مجرد بالكلام لكن بالعمل، يعني اعمل أكشن في حياتك، خدها خطوة عملية والحق كمان. لأنه في كتير مرات بيكون أمور مش بالحق، برياء، بتكون مجرد تظاهر خارجي، أو بعمل شيء كمظاهر للتقوى لكن من جوا مش تعبير عن محبة صادقة قلبية. إن التعبير عن هذه المحبة هي محبة الله اللي اختبرناها في حياتنا واللي بتساعدنا إنه نساعد الآخرين. فاليوم أنا بصلي كل محتاج الرب يسدد احتياجك، وكل شخص قادر يساعد إنك تتحرك وتلتزم تساعد شخص آخر. وأهم شيء إذا أنت اليوم ما بتعرف يسوع، بصلي إنك تعرف يسوع، تطلبه وتدعوه ربا ومخلصا إلى حياتك. وشجع الآخرين بمشاركتك هذا الفيديو حتى ناس تاني كمان يشاركوا مع الآخرين، والرب يباركك.